غبنا عليكم في حنفيات في تاريخ الاكلات بس ان شاء الله مش هتتكرر تاني. في كلمات مهما سمعتها باي لغه لازم قلبك يحن. بقلاوه 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 يا عم تركي معروفه يعني. تركي ايه بس يا عم ترد عليها حنا. هو اي نعم احلى بقلاوه تتاكل في تركيا بس لو رجعنا مع بعض للتاريخ بيقول لك بقى يا سيدي ان اول ناس عملوا البقلاوه هم الاشوريين. مش اشور دي في المنصوره باين يا راجل؟ الاشوريين من اقدم الحضارات وكانوا عايشين في بلاد بين النهرين دجله وال مش مهم خدوها الاتراك من الاشوريين في عهد الدوله العثمانيه يا راجل. كل ده بقى يا سيدي ما كانش اسمها بقلاوه لسه. امال يا ناصح الاسم جه منين؟ عبد الحميد السلطان العثماني كان عنده طباخه حلوه كده بينادولها يقولوا لها قلاوه زي ما بقول لك كده. لا وكانت مميزه جدا في الطبق ده. السلطان بقى كان عنده ضيوف من تنزانيا حب يتمنظر عليهم بالطبق قام قايل له بقلاوه نهبي دي زي ما بقول لك كده. اي أيوة والله حنا يعني شوف البت لو عملت ايه. وبما ان الراجل التنزاني ما كانش قد كده في التركي فافتكر ان الطبق اسمه بقلاوه. من ساعتها بالصدفه اتنقلت لحلب وكانت بتتعمل في رمضان بس ومن ساعتها انتشرت في العالم كله. انت هتجص على فكره. انا هتجص؟ طب اسال حنا. انا مش هقول لكم اعملوا شير للفيديو ولايك للبيج. انا هسيبكم انتوا وضميركم. نهاركم بقلاوه. سلام عليكم.